إذن واستذكارا لثورة العشرين في عامها الثالث بعد المئة لاندلاعها والرسالة التي أصدرتها هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة هذه الذكرى، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، أسعد الله أيامكم بكل خير، مرحبا بكم. يعني تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة بعد المئة لاندلاع ثورة العشرين، بداية إلى أي مدى ترى أن لثورة العشرين مقدمات سياسية أكثر من كونها ردة على ممارسات تعسفية من قبل الاحتلال البريطاني وقت ذاك؟ حياكم الله أخي الكريم، تحية طيبة لكم وكل عام أنتم بخير والشعب العراقي جميعا بخير وسعادة إن شاء الله. أخي الكريم، ثورة العشرين هي ثورة على احتلال بلد من قبل العدو البريطاني المحتل، ولا يمكن أن نحصرها بردة فعل على ممارسات تعسفية من الاحتلال البريطاني. ولم تكن هي ثورة عشوائية، وإنما هي بدأت ثورة مقدماتها بطاعة الفتوى قبل أن تحصل بسنوات من الصادرة من المفتي العام للدولة الإسلامية في حين أيام الدولة العثمانية، بمعنى أن دوافعها كانت دينية ووطنية في نفس الوقت، ولذلك اشترك فيها أهل الجنوب والوسط والشمال والشرق، اشترك فيها السنة والشيعة والكرد وغيرهم. ولذلك نجد أن العراقيين في كل عام يحتفلون ويتذاكرون هذه الثورة الكبيرة، ورغم مرور أكثر من 100 عام على ثورة العشرين إلا أنها ما زالت حية بقلوب ونفوس العراقيين، وما تزال أهازيج الثورة تعزف على أوتار الوطن، وما يزال أحفاد الثورة يحاكون قيمها ثورة، رغم المراحل المتعددة التي مرت على العراق ورغم تعدد الأنظمة واختلافها، إلا أنها بقيت هذه الثورة حاضرة في ضمير العراقيين والأمة. ولذلك كل ثورة كانت تأتي بعدها منذ على مر القرن كامل كانت تستند على معاني وقيم ثورة العشرين. لو تحدثنا عن آثار الثورة على المستوى المحلي، يعني كما تعرفون دكتور، كان لثورة العشرين آثارها على المستوى الإقليمي كما المحلي. لو بدأنا بالآثار، آثار الثورة على الشعب العراقي، كيف يمكن تقييمها دكتور ثامر؟ حقيقة رسالة الهيئة اليوم هي قد أشارت إلى هذا المضمون. أشارت إلى ثورة، آثار ثورة العشرين على العراقيين، فعلى الرغم كما قلت مرور قرن كامل على ذكراها، فقد فهم العراقيون أنه لا يمكن الوثوق بوعود المحتل، وأنه كل محتل هو جاء ليدمر البلد ولا يمكن أن يسعى إلى بناء بلد، جاء ليمزق المجتمع. ولذلك نرى أن مقاومة المحتل الأمريكي بعد 2003 كانت أسرع مقاومة شهدها العصر الحديث على أقل تقدير ضد المحتل الأمريكي البريطاني. ولعل سرعة انطلاق المقاومة ضد المحتل هي إحدى موروثات ثورة العشرين، لأن التاريخ يقول بأن الاحتلال البريطاني بمجرد ما سيطر على العراق نكث بوعوده، ومثلها أيضا فعلت أمريكا عندما احتلت العراق 2003. ولا ننسى أيضا أن دور العلماء في ثورة العشرين ودورهم بمقاومة المحتل الأمريكي عام 2003، كان للعلماء ولطلبة العلم الشرعي السبق في قدح روح المقاومة وقتال المحتل، فكما كانت في ثورة العشرين فإنها أيضا حصلت في أيام احتلال العراق عام 2003. لكن الفرق بين تلك وهذه هو أن ثورة العشرين كانت مواقف العلماء الشيعة والسنة واحدة، ولكن للأسف بعد 2003 تراجع دور علماء الشيعة وتقدم علماء السنة وشبابها بمقاومة المحتل. ولذلك كانت رسالة الهيئة اليوم هو تذكير بمواقف الأجداد والتأسي بهم، وعدم الانخداع بوعود ومشاريع المحتل، وعدم الوقوع في فخاخ دعاة الفتن ممن يوافقون رغبات المحتل كما ذكرت في هذا السياق دكتور اليوم. في هذا السياق، لكن هناك من يحاول أن يسطو على هذا الحدث التاريخي الوطني العراقي ويحاول أن يحرفه طائفيا، كيف تنظرون لمثل هذه الممارسات خاصة في التاريخ المعاصر؟ مع أن ثورة العشرين شارك فيها السنة والشيعة والكرد وغيرهم من أبناء الوطن، أبناء العراق، وكانت المعارك محتدمة سواء في مدن العراق، في الفلوجة، في الصقلاوية، في تل عفر، في البصرة، بغداد، الناصرية، شعب وغيرها من مدن العراق، ورغم وجود تنسيق بين العلماء وشيوخ العشائر في الوسط والجنوب والغرب بكل أطيافهم ومكوناتهم، إلا أن هناك
لا يخلو من شواذ في المجتمع، وهناك ساعين إلى تفرقة وتمزيق المجتمع لا يتوقفون عن المشاغبة وعن بث سموم الفتنة بين أبناء العراق لأجل أن يخدموا المحتل، ويحاولون حصر الثورة بمكون معين دون غيره بدوافع طبعا طائفية مقيتة، مع أن الشواهد وكل الدلائل تدل على كذب هؤلاء وهي كثيرة، لكن يأبى الله إلا أن يفضح هؤلاء المرتزقة الذين أصبحوا أداة بيد المحتل لينفذوا مشاريعه الخبيثة في العراق، ولذلك تراهم بكل موقف يحرصون على بث السموم الطائفية حتى لا يتحد الشعب ضدهم وضد أسيادهم. دكتور تامر، باعتبار أن الوعي أحد المقومات الأساسية لأي حركة سياسية أو شعبية أو حتى ثورة جماهيرية، ثورة تشرين في عام 2019 هل هي خير خلف لثورة العشرين دكتور؟ حقيقة ثورة تشرين كانت هي يعني إشراقة جديدة بعد غياب طويل لمكونات أو لكل الشعب العراقي. ثورة تشرين هي كانت تستند على مبادئ وقيم ثورة العشرين، لأن ثورة تشرين اشترك فيها الجميع السنة والشيعة، أما وتجاوزت كل الدعوات الطائفية. كان هناك من يحاول أن يغير الوعي العراقي عند الشباب العراقي، وكانت هذه يقودها كل من شارك في العملية السياسية، وكان أذناب المحتل يسعون إلى ذلك، لكن ثورة تشرين أثبتت أن العراق عاد إلى وعيه، أن الشعب العراقي قد رفض هذه الأحزاب التي تعاونت مع المحتل بكل الوسائل. فهذه الأحزاب وهذه التي انضوت تحت العملية السياسية هي طبعا مسؤولة عن الوضع القائم في العراق، فكل من حارب أيضا المقاومة وسعى لوعدها هو أيضا مشارك في غياب الوعي، وأيضا هو خاضع للمحتل، وكل من هاجم وقاتل واستهدف ثوار تشرين هو أيضا يخضع لأدوات المحتل. ونرى من المفارقات الكبيرة جدا هو أن من الآن يتغنى بذكرى ثورة العشرين هو الآن أصبح من الأحزاب والميليشيات التي هي أتت مع المحتل وقاتلت مع المحتل ضد الشعب العراقي وساعدت المحتل في احتلال العراق، تراها اليوم تحتفل بذكرى ثورة العشرين، مع أن ثورة العشرين هي ضد الاحتلال، هي ضد كل العدوان على البلد. مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.